فاللغة إذا كانت لفظ، اللفظ له مدلول، يعني معانا دال ومعانا مدلول. الدال هو اللفظ اللي بيطلع من لسانك أو بيطلع من فمك أو بيطلع من مخارج الحروف أيا كانت، ده هو اللفظ الدال. المدلول هو هذا المعنى الذي تستشعره من اللفظ. اللفظ والمعنى دول، وما زلت في المقدمة، اللفظ والمعنى دول لا تتأتى منهما وظيفة، ولا نستطيع ان احنا نلتقط منهما ثمرة الا اذا عرض الاثنين، عرضا على الذهن بإلحاح، فيتصورهما الذهن مرتبطين، بغير كده لا. الحكاية دي لما اللفظ يطلع من بقك ويدل على معناه، هذا النوع من الارتباط بين اللفظ والمعنى بنسميه دلالة. الدلالة دي ارتباط اللفظ بالمعنى، ركز معايا قوي، ارتباط اللفظ بالمعنى مين يعمله؟ مين يقول ان اللفظ ده للمعنى ده؟ مين؟ هذا السؤال يبدو محير، مين هيعمل الربط؟ مين هيعمل الربط بين اللفظ اللي هو الدال والمعنى اللي هو المدلول؟ عندنا جهات كتيرة بتقول لنا أنا أهل الاختصاص، أنا اللي أعمل الربط ده. الجهات دي، الجهات اللي هي صاحبة الاختصاص، محتاج إنك تعرفها، تتعرف عليها، تفهمها. خليني أقولها، الجهات دي أولها وأوضحها، أولها وأوضحها وأعمها، الجماعة اللي هم بيسموا، الواحد منهم بيسمي نفسه أنا الواضع اللغوي. الواضع اللغوي هو اللي بيلاقي المعنى موجود حاير في الشارع، يقوم يجيب له اسم ويركبه عليه، ودايما تبقى عارف ان المعنى سابق، المعنى سابق على الالفاظ. بيتولد لك ولد وبعدين يقوم يسألوك انت هتسمي الولد ايه، يبقى الولد قال اول اللي هو المدلول وبندور له على اسم. اللي بيحط اسم الولد ده اسمه واضع لغوي. انا بنيت اربع جدران وجواهم حجرات وطرقات ومنافع تصلح للمعيشة، هذا مبنى، هنسميه ده ايه؟ يوم يجي حد يحط له اسم يناسبه. انا اخترعت علم من العلوم، وليكن مثلا ابن خلدون حب يعمل علم من العلوم عشان يصحح به الكتابة في التاريخ اللي كانت ضلت الطريق، فقال انا هعمل علم يصحح الكتابة في التاريخ. عمل العلم وحط له اسم يناسبه من عنده، يعني
وظل هذا العلم حائرا الى ان جاله حد من الغرب خده وعمل له علم اسم وسماه علم الاجتماع. يبقى اذن المعنى بيتوجد وبنلاقي حائر بنقوم حاطين له اسم يدل عليه لفظ لغوي. جهة الاختصاص في الحتة دي هي اللي بنسميها الواضع اللغوي. شغلهم كله وانتوا طلبة علم شغلهم كله موجود في المعاجم اللغوية. ان حبيت تعرف اللفظ ومدلوله من حيث الوضع اللغوي دور عليه فين؟ دور عليه في المعاجم اللغوية، لسان العرب ولا البحر المحيط ولا غيره. في جهة تانية بتقول أنا أهل للاختصاص. طيب الجهة دي إيه؟ قال الشرع. الشرع أيوة. أيها الشارع الحكيم انت هتعمل لنا ايه؟ قال هختار الفاظ من اللي عملها الواضع اللغوي وحدد لها مدلول وهعمل له تحديد تاني، توصيف تاني، تشغيل تاني، اعادة هيكلة علشان يبقى يدل على اللي انا عايزه. زي ايه يا ربي؟ قال ما انت عندك مثلا الصلاة ايه معناها؟ قال الدعاء. طيب انا هغيرها بقى واقول ان الصلاة معناها اقوال وافعال، مجموعة اقوال وافعال معينة بدايتها التكبير ونهايتها السلام. يبقى الشارع جاء على الكلمة بتاع الواضع اللغوي اللي كان عامل ايه واما حدد لها معنى اعادة هيكلة. الصيام الواضع اللغوي قال ان الصيام المطلق الامساك، اي امساك يبقى صيام، امساك عن كلام، امساك عن حركة، امساك عن كذا، امساك. يقوم الشارع يجي يقول لا، ده الصيام عبارة عن امساك عن اشياء معينة يطلبها الشارع من طلوع الفجر الى غروب شمس ذلك اليوم. غير المعنى، اعاد الهيكلة. وده جهة من جهات الاختصاص. في جهة تالتة. ايه الجهة التالتة؟ قال العرف. وده مهم جدا والفقهاء بيقولوا لازم الفقيه يبقى عارف كل الجهات المختصة اللي بتغير اللي بتعمل إعادة هيكلة دي. العرف بيدي معاني للألفاظ اللغوية اللي وضعها الواضع اللغوي، بيقوم يجي يعمل فيها ايه؟ يحدد لها معنى على حسب اللهجات. قلت لكم من قبل احيانا الكلمة الواحدة تبقى في بلد وتبقى في بلد آخر، تستعمل في بلد تبقى عادية، تستعمل في بلد آخر تبقى محرجة للغاية ولها مساس بالأخلاق أو بالدين أو بأي حاجة. من أجل ذلك كنت دائما إذا سافرت إلى بلد غير بلدي أسكت، ما أستعملش الألفاظ إلا بحذر حتى أقف على لهجة هؤلاء الناس. ده هذا الجانب. احنا قلنا الجانب الشرعي وقلنا الجانب الوضعي. في جانب تاني بقى اللي انا بتكلم فيه اسمه العرفي. وخلي بالك ان العرف محترم حتى عند الفقهاء. هل سمعت في قواعد الفقه انهم يقولون لك العادة محكمة؟ سمعت هذه القاعدة؟
هذه القاعدة عند الفقهاء. كل العلماء اللي في بيشتغلوا في الفقه وأصول الفقه والفقه دول بيقولوا لنا إيه؟ العادة محكمة. ولذلك يجب أن تكون عارف للعرف كلماته واستعمالاته علشان تاخد منه وتعرف الدال والمدلول. الرابعة ولآخر حاجة هتكلم فيها، بيجي مجموعة زيكو كده بتوع علم، ها، ويقولوا ايه؟ احنا عايزين نعمل للعلم بتاعنا، هتكون مثلا تصوف، هيكون مثلا فقه، انتوا شو العلم اللي انتوا شغالين فيه، اي علم، هيكون رياضة، هندسة او حساب يعني، هيكون علم حياة، علماء علم الحياة او علم الاحياء، اللي انت عايزه. بيجي اصحاب العلم ويقعدوا مع بعض ويجيبوا الفاظ معينة ويقولوا احنا هنستعمل الالفاظ دي بيننا وبين بعض، ويبقى اللفظ ده معناه كذا واللفظ ده معناه كذا واللفظ ده معناه كذا، كل العلوم فيها كده، ويقوموا متفقين وعاملين معاهدة على مجموعة الفاظ بيستعملوه. هذه المعاهدة، هذه الإعادة لهيكلة اللفظ اللي حطه الواضع اللغوي، مادام قعدوا مجموعة علماء واتفقوا ان هم يستعملوها في العلم بتاعهم الخاص بهم، بنسميها دلالة اصطلاحية. ليه اصطلاحية؟ لأنهم اصطلحوا عليها، اصطلحوا عليها. ما في مانع أبدا لأي حد يكون بيشتغل في علم من العلوم ويجي ايه يحط الفاظ ويختار للالفاظ دي معاني، المعاني ما كانتش موجوده، وبعدين يجي هو يحط لها. كل علم من العلوم بتلاقي له الفاظ بيستعملها الرجاله بتوعه. يعني مثلا انا لو جيت قلت لي النقطة يعني ايه؟ ما اعرفش. لو جيت قلت لي الزاوية يعني ايه؟ ما اعرفش. لو جيت قلت لي الخط هو ايه؟ ما اعرفش. ليه؟ لان دي كلمات الجماعة بتوع الرياضة، سواء كان اللي شغالين في الارقام او اللي شغالين في السطوح يعني الهندسة، هما حاطين لنفسهم مصطلحات احيانا تلقاها اختلفت من عالم لعالم. لو قلت الواحد في كل وقت يعرف لي النقطة وهي ابسط حاجة، طبعا انا عارفها لاني شفتها عندهم، لكن اقول لك قل لي النقطة هي ايه، مش هتعرف. لو قلت لك مثلا الزاوية لها تعبير عندهم، لو قلت لك مثلا وهكذا. في الفقه هتلاقي مصطلحات للفقهاء، في أصول الفقه هتلاقي مصطلحات لأصول الفقه، المناط وتحديد المناط والكلام ده هتلاقي عند بتوع أصول الفقه كتير، العلة والفرق بين العلة والسبب هتلاقي عند بتوع أصول الفقه موجود وعند بتوع المنطق موجود. إذن كل علم من العلوم بيقعد الرجالة بتوعه ويصطلحوا على ايه؟ على حاجة معينة، الفاظ معينة، بيعيدوا الهيكلة بتاع الالفاظ دي، يعيدوا هيكلتها، يعني يخلي المعنى بتاعها غير المعنى اللي حطه الواضع اللغوي، مش غيره يعني معناها مضاد له، لا. انت ايها الرجل اللي هتصطلح على لفظ معين عندك حرية الى حد الفوضى، ولا انت وزميلك 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 لا مشاحة في الاصطلاح لكن فيه ضوابط، لا مشاحة في الاصطلاح لكن فيه ضوابط يا مولانا. هذه الضوابط
لابد أن تراعيها، لأنك لو ما حطتش الضوابط دي مش هنوافق لك على المصطلح. مين اللي مش هيوافق لك على المصطلح؟ اللي هو صاحب المخزن الكبير. مين صاحب المخزن الكبير؟ الواضع اللغوي اللي هو حط اللفظ الأول. حط اللفظ الأول هو نفسه اللي قاعد ورا الكواليس وعنده كل الخيوط اللي هتحرك العرايس اللي على المسرح براحته. شد الخضة وشد الخضة لازم تكون الخيوط كلها عنده. فانت لو انك انت رحت بعيد وبعدت عنه يقوم نقول لك لا ما تعملش كده. قوم في الدنيا وحي الأزهرة وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق إمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، واخشع مليا واقض حق إمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا.